الحمام الكذاب بيتعمل بوراك الفراخ بتكون مخلية من العظم ما عدا العظمة الأخيرة بتاعة الرجل دي، وإحنا بنقول للراجل بتاع الفراخ إحنا هنعمل حمام كذاب، هم عارفين. بنخلي الجلد ما بنشيلوش، بنشيل العظم بتاع الورك كله ما عدا المفصل الأخير بتاع الرجل اللي هو ده، ده الوحيد اللي بنسيبه في الفرخة. بنجيب الفرخة وبنغسلها كويس جدا، بننقعها في دقيق وملح وخل ومية، وبعدين بنشطفها من ميتها كويس جدا. باقي المقادير: بصلة مفرومة، جزرة مبشورة، مشروم متقطع شرايح رفيعة، فلفل ألوان متقطع مكعبات صغيرة جدا، أحمر وأصفر وأخضر وممكن لون واحد، شرايح من البسطرمة، وبدل البسطرمة ممكن تركي، سلامي، أي حاجة مدخنة أنتوا بتحبوها، معلقة كريم، معلقتين زبدة، زيت، جبنة موتزاريلا، وعندي ملح وفلفل طبعا، وعندي خيوط وخلة سنان للتربيط بتاع الفرخة. وبعد كده عندي لو هتكملوا السوى في الفرن كيس حراري وصينية ومية مغلية، لو هتكملوا على النار مفيش مشكلة خالص. هنعمل ايه بقى؟ أول حاجة هنعملها الحشوة، وقبل ما نعمل الحشوة ندخل الإيد اللي طالعة لبره دي، لأن أنا لو وأنا بتحرك بسرعة جدا كالعادة شطها هتنزل عليا وهتبقى مشكلة. ادي معلقه الزيت، بسم الله الرحمن الرحيم، بصل مفروم ناعم، فلفل رومي الوان اخضر، طبعا لو مش في رمضان وعايزين تحطوا حامي ممكن، احمر، اصفر، ملح، فلفل اسود، كاري او كركم او سبع بهارات، اي حاجه انتوا عايزين تحطوها. يعني احنا نقينا ان المنكه النهارده يكون كاري، لكن هل لازم كل مره كاري؟ لا طبعا. جزر، عندي اميره شويه رز عايزه احطهم متبقيين عندي، حطيهم، شويه فريك، حبه برغل، شويه قمح، شويه كنوه، كل ده هيمشي في الحشوة وهيبقى حلو جدا اهو. وبعدين مشروم، وطبعا ممكن اي حاجات تانية غير دي، فاصوليا خضراء مسلوقة، فاصوليا حمراء، فاصوليا بيضة، ممكن احط شوية ذرة حلوة، ممكن احط بسلة، اي حاجة يعني موجودة عندنا هتنفع يا مدام يسر. وحرفع على الحشوه خلاص من على النار. مدام يسر ازاي حضرتك؟ ازاي عامله ايه؟ عامله ايه؟ الحمد لله مدام يسر. كويسه النهارده؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله في نعمه. النهارده فائقه الجمال. يا رب يخليكي يا مدام يسر. كالعاده طبعا. كتر خيرك يا مدام يسر، دي عينيكي اللي حلوه والله. لا والله العبايه النهارده هتنطق. الله يخليكي، اخبارك ايه مدام يسر؟ الله يعني الله يخليكي، الله يخليكي، الله يخليكي يا رب. عاملة ايه؟ ايه الأخبار؟ كله تمام؟ الحمد لله يا حبيبتي، نحمد ربنا. الحمد لله يا رب دايما يا رب يا مدام يسر. الله يخليك يا مدام يسر. أموريني يا مدام يسر، تسلمي لي يا رب، ما تحرمش من سماع صوتك أبدا، كتر خيرك. بصوا بقى هنعمل ايه؟ أنا بحاول بس أوسع عشان تبقوا شايفيني كويس. جلوفز. وهوريكوا كمان، عايزه اوريكوا فخده الفراخ من جوه مخليه ازاي، عشان برضو انتوا لو هتعملوها في البيت تبقوا عارفين. ما جاش في دماغي اخلي واحده نخليها مع بعض، معلش انا اسف. اهو كده بصوا، مفيش خالص اي نوع من انواع العظم غير المفصل ده بس. وانتوا لو قلتوا لبتاع الفراخ ان انتوا عايزين تعملوا حمام كذاب هيدوها لكم كده اهي، بدون اي يعني الجلده موجوده، فشكلها من بره اكنها فخده فراخ عاديه خالص، بس من هنا مفيش اي عظم ما عدا المفصل الاخير. طيب هنعمل ايه؟ هفتح الفراخ كده وهاخد من الحشوه، بسم الله الرحمن الرحيم، يعني انتوا في البيت خلوها تبرد شويه، وبعدين هاخد من البسطرمه او ايا كان اللحوم المدخنه او اللحوم البارده اللي انتوا هتستخدموها، وهاخد من الجبنه، وبعدين هبتدي اقفل، بسم الله الرحمن الرحيم،
واي زياده هتخلص منها في الطبق هحطها في الفرخه اللي بعدها، مفيش مشكله خالص اهو. وكل الزياده مش عايزاها اهي، هحطها في الايه في القطعه اللي بعدها. وبعدين ابتدي اجيب خله السنان او الدباره ايا إن كان انتوا هتقفلوا بايه، مفيش مشكله الاثنين واحد. وابتدي ايه اقفل اهي، المفصل ده عايزاه يبقى بره عشان ده اللي هيدينا شكل الحمام. طبعا انتوا في البيت مش هتلبسوا جلوفز، هيبقى اسهل بالنسبه لكم، الجلوفز بيزحلق قوي. وبعدين ابتدي اربط، انا بحب الاول اعمل بخله السنان امسك بس وبعدين ابتدي ايه اربط. طيب التسويه بقى، في طريقه ان انا الفه ببلاستيك راب وبفويل وبعدين احطه اسلقه وبعدين ابتدي احمره في الفرن او على النار، وفي طريقه تانية ان احنا نسويه على طول على النار او على طول في الفرن، وكلهم صح وكلهم سهلين. يا نرمين، وينها نرمين؟ يا نرمين شكرا يا نرمين، كلميني تاني. واجيب مقص او سكينه اقطع بيها هنا. وبعدين اعمل كده واربط، دي مضايقاني بس خلاص كده اهو اهو. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هناخد بسم الله الرحمن الرحيم على النار سمنه او زبده او زيت او الاثنين على بعض اللي يريحكم. شكرا جزيلا، كل سنه وانتم طيبين، عيد سعيد. البيتي فور معاكم على الهواء اهو، ان شاء الله تصوروه وتعملوه يطلع منكم حلو جدا باذن الله. لو عايزينه بالكاكاو هنشيل من الدقيق ونحط كاكاو، اوكي؟ طيب هنا حطينا السمنه، هحط مع السمنه ملح يغطي كده الطاسه، وفلفل اسود، وريحه السمنه خطيره، وكركم وكاري، انا اسفه انا استخدمت هنا كاري او كركم لو انتوا هتستخدموا كركم، اي حاجه انا اي منكه شغال مفيش مشكله. وبعدين هقوم واخده الحمام الكذاب منزله هنا، عايزين تلفوه ببلاستيك راب وفويل وتسلقوه. اعمل فيها ايه بقى دي؟ عايزين تلفوه في بلاستيك راب وفويل وتحطوه في ميه فيها حبهان ولورا ومستكه وكرات وكرفس وجزر وبصل وتسلقوه، وبعدين بعد ما يتسلق تفكوا منه البلاستيك راب والفويل وتنزلوه هنا في السمنه دي، هينفع. او تحطوا عليه السمنه دي وتدخلوه الفرن يتشوح، هينفع. او تحطوا له الجليز بتاع الصلصه المخصوص بتاعنا اللي بنحط فيه صلصه وزيت وعسل وثوم وملح وفلفل وزعتر وتدهنوه وتدخلوه الفرن، كل ده هينفع يا جماعه مفيش مشكله. عايزين تسووه اساسا في الفرن في كيس حراري بعد ما تدوه الجليز بتاع الصلصه، تمام. مين بقى اللي معانا؟ ياسمين. يلا ياسمين، ازيك يا ياسمين؟ ازيك يا اميره، عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، انت عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، الحمد لله. انا بتصل بس عشان اسال عليكي. ربنا يخليكي يا حبيبتي، نورتيني وشرفتيني، كل سنه وانتي طيبه. وانتي طيبه يا حبيبتي. نورتيني يا حبيبتي، مع الف سلامه، شكرا يا ياسمين. لحد ما انتوا تطلعوا فاصل وترجعوا، اللي انا هعمله اني انا هوطي النار على الباميه واغطيها لحد ما تستوي، فخلاص دي انتهت كده. الفراخ هاخد منها تشويحة على كل الاتجاهات، هوطي النار واغطيها واسيبها تستوي، او احطها في كيس حراري وادخلها الفرن واسيبها تستوي، حسب الطريقة اللي انتوا عايزينها. بعد ما خلصنا تشويح فيه كويس جدا، اللي هعمله ان انا هحط له نقطة مية سخنة، نقطة عشان مش عايزة اضيع كل اللي انا عملته واحوله المسلوق، وهغطي وحوطي وهسيبه يكمل سواه.
او زي ما قلت لكم هندخله الفرن اذا حبيتوا ان انتوا تكملوا سواء في الفرن مفيش مشكله.